قناة أهل الدار، قناة كل الأعمار، قناة كل الأعمار. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين. السلام عليكم أصدقائي، معاكم صديقكم الدبدوب وأختكم قتول. أنت تبي تقول شيء ولا أنا؟ لا لا أنا بقول شيء، أنا أول شيء أنا بقول أصدقائي. طبعا بالمناسبة الطيبة، مناسبة شهر رمضان الكريم، نهني شيوخنا، نهني رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين والدول العربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وكل عام وانتو بألف خير يا دبدوب، وكل عام وانت كمان بألف خير، وانت بعد خلي لياك يا دبدوب. وان شاء الله كل الدول العربية بألف خير، وحكومتنا الرشيدة كمان بألف خير، وانتو أهاليكم تضلوا بخير وصحة وسعادة. هلأ دبدوب، شو رأيك نقول لهم شو معنات رمضان للولاد؟ والله لا، شو تقولي لهم؟ شو معنى رمضان؟ شو يعني رمضان؟ شو فعلا شو معنى رمضان؟ تعرفوا؟ اسمعوا أختكم بتقول شو بتقولكم. تعرف يا دبدوب أنه نحن بشهر رمضان المبارك رب العالمين أنزل القرآن الكريم. حلو. أنتم أكيد الأطفال هون بيقرأوا قرآن. حلو. وأهلهم بيقرأوا قرآن. حلو. وأنت دبدوب تقرأ قرآن؟ أنا وإخواني في البيت نقرأ. شطور. تعرفين ليش نقرأ؟ لأن أمي اول ما يسوي شهر رمضان تقولنا خلاص قبل المغرب، طبعا العصر والظهر وهذا، خلينا نقرا. لكن لازم نستغل هي الفرصه نحن برمضان المبارك بفتره الصيام انه نقرا القران. بما انه ذكرنا فتره الصيام، خلينا نقول لهم شو بيصير باثناء الصيام يا دبدوب. شو بيصير؟ نحن منصوم. شو يعني منصوم؟ منصوم معناته نمتنع عن الاكل وعن الشرب وعن الكلام المبزين، ما نقول كلام مبزين. لازم نمتنع عن الطعام والشراب والكلام اللي مو حلو، مثل ما عم يقول الدبدوب. نعم. صديقنا الدبدوب. من ايمت لايمت يا دبدوب؟ كل اليوم ولا لا في وقت بناكل فيه؟ اول شيء احنا طبعا نصوم الصبح، طبعا قبل ما يذن الفجر نصوم. لكن نتناول السحور، ناكل. نعم. السحور وجبة كتير مفيدة وغنية، وبعد ما نتناول السحور منضل بدون أكل وشرب لحتى شو؟ لين يأذن المغرب. صحيح. ونسمي بالرحمن ونبتدي الناكل. لهيك يا دبدوب. نعم. الماما دائما بتكون مشغولة بشهر رمضان بالمطبخ، بتكون عم تعمل لنا أكلات طيبين. صحيح. وهيك يا أصدقائنا اكتبوا لنا كمان بالتعليقات إذا الماما بتعمل أكلات طيبين مثل ما بتعمل أمي وأم الدبدوب. حلو. بعد أبغي أقول لازم نحفظ لساننا عن الكلام المبزين، ما نتلفظ بألفاظ مبزين على أخواننا ولا على أصدقائنا ولا على شيء. وبعدين لما أمي تناديني أقول لها حاضر ماما، أسيلها على طول وساعدها إذا كانت البنية ساعد أمها، أو الولد نفس الشيء بعد يساعد أمه ويرجع إذا كان عنده دروس، عنده حاجة يقرأ قرآن كريم. لازم إحنا نساعد أمنا في تحضير الطعام، الفطار أو الطعام. نعم. صحيح يا دبدوب. زين. طيب إحنا قبل ما نختم لازم نقول لهم شغلة ضرورية للأطفال، مو هيك؟ شو هي؟ في عنا مفاجأة، مفاجأة برنامجنا إنه رح يكون في عنا كل يوم. شو؟ كل يوم عندنا مسابقة.
وهذه المسابقة طبعاً على بتكون على مدى 30 يوم. وانتو يا حلوين لازم تجاوبوا على السؤال اللي رح ينطرح يومياً، لحتى بالنهاية إذا جاوبتوا كل يوم رح تحصلوا معنا على جوائز كتير حلوة. شو هي يا دبدوب؟ الجوائز هي أول شيء نقدية، يعني كاش. واو يا سلام. زين. وبنحصل بعد على جوائز عينية، جوائز عينية وجوائز كاش. دبدوب دبدوب، قبل ما رح تعطيني إلي هدية كمان؟ أنت؟ طبعا انت تاخذين بس الهديه، ما تاخذين النقدي. لانه النقدي حق اصدقائنا اللي جالسين هنا. طيب ماشي. انزين اصدقائي، طبعا نبغي نقول نجمع المسابقه كلهم في 30 حلقه ونرسلهم. متى؟ متى نرسلهم؟ بعد انتهاء الحلقه. بعد يوميا. يوميا ولا في اخر الشهر؟ لا، اخر الشهر انهم بياخذوا الجوائز. وهيك؟ يعني في كل يوم نرسل الحل، لكن كل يوم يوميا بتجاوبوا على السؤال. وهلا نحن رح نقول لهم السؤال يا دبدوب، شو رايك؟ متى 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 نفرز؟ باول ايام العيد. عشان يصير العيد طبعاً عيدين. طبعا اخذكم بتول عندها راي حلو، واسمعوا رايي انا بعد، شو رايكم ان نجمعهم كلهم اول يوم ثاني يوم ثالث يوم لين اخر شيء يوم 30 ونطرشهم مره واحده؟ شوفوا الافضل والاحسن، سووا بغيتوا كل يوم يوم بيومه او تجمعونهم مره واحده. نعم، نجمعهم كلهم وبناخذ الهديه ونعطي الجوائز انا والدبدوب باول ايام العيد، شو رايك يا دبدوب؟ اذا كانوا في ايام اول العيد معناته لازم يكونون اول باول يطرشون، واذا كانوا عقب العيد معناته احنا نعمل عمليه الفرز ونعطيهم الجوائز. لا، ونعطيهم وين؟ في مقر القناة، يعني نجيبهم عندنا في القناة ونسلم لهم الجائزة ونصورهم ونطلعهم على الهواء إن شاء الله. تمام. شو رأيك نقول لهم السؤال؟ قولي. هلأ سؤالنا يا حلوين يا أصدقائنا الحلوين هو كيف المسلمون، من أين يعرف المسلمون أن غدا هو يوم العيد؟ يلا هلا انتم لازم تكتبوا الحلول بالتعليقات حتى نشوفها نحن ونختار الاشخاص اللي عم يجاوبوا يوميا ونعطيهم الجوائز. شو رايكم؟ زين الحين ما شاء الله اكون اشوفكم تضحكون، عرفوا. الحين ما باجي الا اقول لكم انا واختي بتول شو نقول لهم؟ مع السلامه. مع السلامه. شكرا. ونشوفكم ان شاء الله باشر في الحلقه على قناه اهل الدار. شكرا. من هنا من أرض الإمارات دار زايد الخير تنطلق قناة أهل الدار على موقع اليوتيوب وتكون منصة إعلامية هادفة تسعى للتواصل مع كل الأعمار من خلال برامج وفقرات متميزة تحمل كل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع وتقدم محتوى إعلامي استثنائي تحت شعار قناة أهل الدار قناتك.